ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. المملكة العربية السعودية تقف بقضها وقضيضها بكل ما أوتيت من طاقة، بكل ما أوتيت من قوة، بموقف سياسي لا يتذبذب، تقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تؤيد الحقوق الفلسطينية، تساند موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ترحب تماما بهذا الموقف وتعتز به وتعتبره يسند القضية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة العصيبة التي يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي التنكر فيها كليا لكل حقوق الشعب الفلسطيني.